السلام عليكم. الاسم ديالي لويزي نورا، عمر ديالي 32 سنة. كنت واحد الإنسانة عادية بحالي بحال جميع المواطنين، عادية كمارس حياتي عادية. عندي عائلة ديالي، كندير دفع على العائلة ديالي، يعني إنسانة طبيعية. واحد النهار خرجت لي واحد الزروقية في رجلي، هي واحد الزروقية تكون قد 10 دراهم فوق الكعبة. نصحوني الناس والجيران ديالي والبنات وصحاباتي، وهذا يعني هذا واحد السيد كاين هنا في مكناس في باب جديد، قالوا لي كيدير الحجامه. ما اقتنعتش، ولكن باش انني اقتنعت ومشيت هو انهم فاش قالوا لي كيشد الوراق ديال يعني ديال الطبيب وكيشوف واش ممكن يدير لك هذه الحجامه ولا الحاله ديالك خاصها دار لها الحجامه ولا ما دارش. دار لي الحجامه يعني في البلايص ديال ديك البلاصه اللي عندي زرقاء واماكن اخرى في الرجل. عاود طلع لي واحد سميتو واحد دير بحال الغسول بحال القبص، طلع لي على الرجل كامله. وعاود داروا لي بالباندا بيضاء بحال اللي كيتهرسوا، وعاد دار لي واحد المساج، وعاد دار لي واحد ليباري ديال الشينوا. داز 3 ايام الرجل كاع البلايص اللي دار لي الاماكن اللي دار لي فيهم الحجامه كلهم بداو كينبعوا بالماء وبالقيح وكيخماجوا. بلاصه بلاصه كتخماج، الحاله كتدهور يعني نهار على نهار. بديت كنعالج، مشيت الاطباء الجلد، ما خليت فين مشيت، يعني كلشي الرجل ديالي تبيكات ليا كامله. ودابا خوتي راني واصله لحاله البطر، يعني وصلت لحاله القطع. ما نكرنيش، جا عندي فعلا قال لي ما نوصلوش للقضاء وما عندنا ما نديرو بشي قضاء، انا غنعالجك حتى تبرى لك رجلك. حتى انا ما بغيت حتى شي حاجه. وصلنا للسويسي تمايا مع الصباح بكري، تساعد المكانه تصايب لي الدوسي بالراديو بالتخطيط ديال القلب بالتحاليل بالنعاس بالدوسي مجموع بالرجل صوانه واله ليا الطبه تما. كنقلب على السيد كنلقاه طار هرب، يعني مشى بحالو وخلاني تما لا ريال لا جوج لا حتى شي حاجه. انا والام ديالي عندي فيها السكر، وفاش كنت تمايا قالت لهم الام ديالي مسكينه واش الناس معاها، ما عنديش فين غنمشي في الرباط وهذا. قالوا لها غتنعسي غير اليوم وغدا سير شوفي فين تمشي. وهو تيقول لها كاينه الدار في غادي تمشي، وكاينه انا اللي غادي نجلس نتكلف بالعلاج ديالها، وانا اللي غادي نجلس حتى نتسالي العلاج ديالها بما بجميع الوسائل. من بعد ساعد المكانه كنلقاه هرب. فاش اتصلت به قال لي دبري راسك، بغيتي تعالجي جلسي، ما بغيتيش عطيني باتساع. كاع اللي كان عندي كامل كله خسرته على رجلي، كله خسرته على رجلي. ما بقات عندي حتى شي حاجه، غير الناس المحسنين دابا اللي كيعرفوني هما اللي كيعاونوني. كرا الدار الاولى يعني اضطر ان مول الدار غادي يخرجني، عاد ساعدوني الناس باش انني كريت هاد الدار هادي، يعني وضيقها ما تلقاو لا فين نكحزو ولا فين نمشي ولا فين نجي ولا حتى شي حاجه. يعني وصلت لواحد الدرجه لانني دابا وليت كنبيع حوايجي. الحاله خايبه نفسانيا، انني وليت كنشرب الحبوب المهلويسه يوميا بها عايشه، الا ما شربتهاش كنفكر شي تفكير خايب. يعني وليت كنوقف كيهبط معايا الماء، ما كنشدش حتى الماء، ما كنشدوش، حياتي تقلبات. وليت كنوقف تنتخيل راسي بلا رجل، كيفاش كنت برجلي وغادي نولي بلا رجل. قالت من الله مرحبا بها، ولكن باش هذيك انسان بحال هكا بهذه الطريقه وانت العدل ما يشدلكش حقك. انا عندي دابا الخميس هادي 10 في الشهر عندي جلسه مع هو، عنده الفلوس عنده النفوذ عنده بزاف الحوايج، حتى في الجلسه تيبقى يشوف فيا ويضحك عليا كيستهزئ بيا بحال زعما يلاه وصلتي ودنك عضيها. وانا عندي الله وعندي جلاله الملك الله ينصرو، هادشي اللي كاين. وكنطالب وزاره الصحه، انا غلطت اللي مشيت عند بحال هذا وما مشيتش للطبيب، ولكن شوفوا من حالتي وشوفوا من حال
من حالة المواطنين ما يأديش الناس كما تأديت أنا. راتو شي حاجة أنا مزوقة في الله، كاين الطبيب قرا حتى عيا، علاش نخليهم يمشيو عند مشعوذين بحال هكا؟ حنا اللي كنخرجوا على روسنا. حتى أنا كون ما درتش براي الناس ومشيت عند واحد بحال هكا ما غاديش نوقع ليا بحال هكا. كنصحكم اخوتي كلكم، انا مزوقه كنصح اخوتي المغاربه كاملين، ما عمر شي واحد يمشي عند شي مشعوذ ولا يمشي عند شي واحد بحال هكا. اللي ضراته شي حاجه كاين الطب، واخا نمشي للسبيطار المخزن، واخا ما عرف شنو يوقع ما نمشيش عند بحال هاد الناس. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.